مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 1 اليونت السادس الدرس الأول Let's Cook فلنطبخ، موجود بصفحة 74 من كتاب الطالب، صفحة 72 من كتاب النشاط. قبل أن نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمها اللغة الإنجليزية الابتدائية والمتوسطة لمتابعة فيديوهات الدورة دورة السادس الابتدائي أول بأول كاملة وبدون اقتطاع. كذلك تم عمل اختبار إلكتروني لهذا الدرس وللدروس السابقة وللدروس القادمة إن شاء الله. يتم نشر رابط الاختبار الإلكتروني المتعلق بكل درس عبر بيجنا على الفيسبوك اللي هو هذا المعرف مالته، فقط اكتب هذا المعرف على الفيسبوك يطلع لك البيج، وكذلك قناتنا على التليجرام اللي هذا المعرف مالتها. علما أن الاختبار الإلكتروني ويتم التصحيح وإعطاء الدرجة تلقائيا بمجرد الانتهاء من الامتحان. بداية الدرس أول صفحة، صفحة 74 من كتاب الطالب، مكتوب لي فوق Listen, look and say، استمع انظر وقل. عندنا مجموعة من الصور اللي تدل على الطبخ، كذلك عندنا مجموعة من كلمات أسفل الصفحة مكتوب فوق هاي الكلمات Write the words under the pictures، اكتب هذه الكلمات تحت الصورة المناسبة. طبعا ذن الكلمات عبارة عن أفعال الطبخ، ذن أفعال الطبخ لازم أحفظهن إملاء ومعاني، لأن عندنا تمارين متعلقة بإملائهن ومهمات جدا أن نحفظ إملائهن، لأن ممكن تجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مبعثرة مثل ما راح نجي ناخذهن بالتمارين. ملاحظة مهمة أنه هذا الدرس من أهم دروس الوحدة السادسة ومن أهم الدروس بالمنهج اللغة الإنجليزية بشكل عام، لاحتواء على الكثير من التمارين المهمة والمفردات المهمة. طبعا ذن المفردات من أهم المفردات باللغة الإنجليزية للمنهج السادس الابتدائي، وراح نجي نعرف شلون مهمات، لأن أولا عندنا أكثر من تمرين عنهن كإملاء من الممكن يجينا بالامتحان، وكذلك كمعنى بما يخص المعنى يجيب لي مثلا الفعل وما يناسبه من الاسم مثل ما راح نجي نوضح، والفعل وما يناسبه من الأداة، كل فعل من أفعال الطبخ شين الأداة اللي استخدمها وياه. فهذن الأفعال ما أعبر هاي الصفحة إلا أنا حافظ إملائهن ومعانيهن لأهميتهن. قبل ما نكتب الأفعال تحت الصور المناسبة خلينا نجي نقرأ معاني كلمات هذه الأفعال، أفعال الطبخ. أولا add معناها يضيف، great معناها يبرش، bake معناها يخبز أو يطبخ، wash معناها يغسل، spread معناها ينشر، peel معناها يقشر، mix معناها يخلط، وslice معناها يقطع. بعد ما قرأنا الأفعال ومعانيهن نجي نوصل الفعل المناسب بالصورة المناسبة. فنمبر 1 أولا هاي الصورة شنو الفعل المناسب إلها؟ صورة الفرن يدخلون به مجموعة من الفطائر، شنو الفعل المناسب إلها؟ أكيد الفعل bake اللي معناها يخبز أو يطبخ. نمبر 2 ثانيا شنو الفعل المناسب لهاي الصورة؟ صورة هاي الجزر والجبن، شنو الفعل المناسب للصورة؟ أكيد الفعل great، great معناها يبرش، يقومون ببرش الجزر والجبن. أما الصورة الثالثة صورة الزبد، بوتر معناها زبد، وصورة هاي الصمونة، شنو الفعل المناسب للصورة؟ يقوم بنشر الزبد على الصمون، فالفعل المناسب spread، spread معناها ينشر. نمبر 4 رابعا صورة الفواكه اللي يقومون بغسلها، شنو الفعل المناسب للصورة؟ أكيد كلمة wash، wash معناها يغسل. نمبر 5 خامسا صورة الزيت المسكوب، شنو الفعل المناسب للصورة؟ أكيد فعل add معناها يضيف، يضيف بعض الزيت. نمبر 6 سادسا صورة الليمون والطماطم اللي يقومون بتقطيعها، شنو الفعل المناسب لهاي الصورة؟ أكيد الفعل slice، سلايس معناها يقطع. نمبر 7 سابعا صورة الأطفال اللي يقومون بخلط بعض المواد، شنو الفعل المناسب للصورة؟ أكيد الفعل ميكس، يقومون بخلط بعض المواد. نمبر 8 ثامنا صورة الفواكه اللي يقومون بتقشيرها، شنو الفعل المناسب للصورة؟ أكيد الفعل بيل، بيل معناها يقشر. بعد ما حلينا الأفعال وصلناهن بالصورة المناسبة وذكرنا ان لازم نحفظهن املاء ومعاني وتاكدنا ان حفظناهن، ننتقل الى الصفحه الثانيه اللي مكتوب tick the correct words، ضع صح على الكلمه الصحيحه. طبعا عندنا مجموعه من الصور ومنطين اختيارين لكل صوره، لازم اختار الاختيار المناسب للصوره حسب معناها. فمثلا نمبر 1 اولا صوره هذا البصل المقطع، شنو الكلمه المناسبه له؟ sliced onion، بصل مقطع، لو سلايس توميتوز، لو طماطة مقطعة.
طبعا سلايست اونيون، اونيون اخذناها بالخامس ابتدائي معناها بصل. ملاحظ هنا ان سلايس معناها يقطع، سلايست اذا اضفنا لها دي صارت مقطع، فسلايست اونيون بصل مقطع. نمبر 2، ثانيا صورة الجبن هذا المبروش، شنو الكلمة المناسبة له؟ grated carrots جزر، مبروش لو grated cheese لو جبن مبروش، اكيد الاختيار الثاني اللي هو grated cheese. نمبر 3، ثالثا صورة البرتقالة المقشرة، شنو الكلمة المناسبة له؟ peeled orange برتقالة مقشرة لو peeled potato لو بوتيتا مقشرة، اكيد الاختيار الاول اللي هو peeled orange برتقال مقشر. نمبر 4، رابعا هاي صورة oil زيت لو pepper، pepper معناها توابل، اكيد الاختيار المناسب اللي هو oil صورة الزيت. نمبر 5، خامسا هاي صورة الفلات بريد الخبز لو بيزا لو صورة بيزا، اكيد صورة الخبز. نمبر 6، سادسا هاي الصورة صورة fruit لو vegetables فواكه لو خضروات، اكيد من خلال البذنجان والخيار والجزر نعرف ان هذا vegetables خضروات وليس fruit. هذين الكلمات لازم احفظ معناهن لان راح تفيدنا بتوصيل الافعال بالاسماء. فمثلا انا اذا ما عرفت كلمة onion بصل ما راح اقدر اوصل الفعل الخاص بالطبخ بالاسم المناسب له، مثلا يجوز اختار great يبرش والبصل مين برش، لذلك لازم احفظ املاء ومعاني الافعال الخاصة بالطبخ وارجع احفظ ذني المفردات الجديدة كمعاني لان راح تفيدني بسؤال وصل الافعال بالاسماء. وين نلقى هذا السؤال؟ هذا السؤال تلقوه باسفل الصفحة الثانية. هذا تمرين جدا مهم للحفظ توصيل الأفعال أفعال الطبخ، عندنا مجموعة من أفعال الطبخ اللي أخذناها قبل دقائق بالأسماء والعبارات المناسبة لها. هنا راح تفيدني الكلمات اللي حفظت معناهن من التمرين السابق على مود أقدر أوصلها بالفعل المناسب. مثلا هو منطيك مثال النقطة الثانية peel، نعرف احنا peel معناها يقشر، شنو الاسم المناسب له؟ موصل الكيا the onions and the potatoes البصل والبوتيتا، نقشر البصل والبوتيتا. اذا انا ما اعرف معنى onion ما اقدر اوصلها بالاختيار المناسب او بالفعل المناسب، يجوز اوصلها some oil، oil معناها زيت، فهنا راح يكون جوابي خطأ مع العلم ان انا حافظ peel معناها يقشر. اذا لازم احفظ املاء ومعاني الافعال والاسماء كذلك لازم احفظ معانيهن. نجي نحل match the verbs to the phrase، طابق الأفعال بالعبارات المناسبة لها. spread معناها ينشر أخذناها قبل دقائق، شنو العبارة المناسبة له من ذن الجمل؟ spread the onion and tomatoes ننشر البصل والطماطم غير مناسبة، some oil ننشر الزيت غير مناسبة، الزيت نقوم بإضافته مو بنشره، everything together كل شيء سوية غير مناسبة، in the oven في الفرن الكهربائي أنشر في الفرن الكهربائي غير مناسبة، the butter on the bread الزبد على الخبز نعم هذا أكثر خيار مناسب، نقوم بنشر الزبد على الخبز هذا أكثر خيار مناسب للفعل. ثانيا هو حالها، ثالثا add معناها يضيف، شنو الكلمة المناسبة والعبارة المناسبة لهذا الفعل؟ add the onions and the tomato نقوم بإضافة البصل والطماطم غير مناسبة، البصل والطماطم قد يكون فعل يناسبها يقشر أو يقطع، some oil نضيف بعض الزيت نعم هذا أكثر خيار مناسب. للنقطة الثالثة نقوم بإضافة بعض الزيت. نمبر 4، رابعا wash معناها يغسل، شنو الكلمة والعبارة المناسبة لهذا الفعل؟ wash the onions and the tomato نقوم بغسل البصل والطماطم غير مناسب له، لأن البصل لا يتم غسله لأن نقوم بتقشيره فغير مناسب. بعد everything together كل شيء سوية غير مناسبة، in the oven في الفرن الكهربائي كذلك غير مناسبة، إذا اختاريناهن the vegetables الخضروات نقوم بغسل الخضروات نعم هذا أكثر خيار مناسب للفعل. number 5، خامسا slice معناها يقطع، شنو الكلمة والعبارة المناسبة لهذا الفعل؟ نجي ندور the onions and the tomatoes نقطع بصل والطماطم نعم هذا أكثر خيار مناسب للفعل. نمبر 6، سادسا great معناها يبرش، شنو الكلمة والعبارة المناسبة لهذا الفعل؟ ندور بالعبارات everything together نبرش كل شيء سوية غير مناسبة، in the oven نبرش في الفرن الكهربائي كذلك غير مناسبة، بعد the cheese الجبن نبرش الجبن
نعم هذا أكثر خيار مناسب للفعل، نقوم ببرش الجبن لوضعه على البيتزا. نمبر 7، سابعا بيك. بيك معناها يطبخ أو يخبز. شنو الكلمة المناسبة للفعل؟ everything together، نخبز أو نطبخ كل شيء سوية، غير مناسب. in the oven، في الفرن الكهربائي، نعم هذا أكثر خيار مناسب للفعل. بعد mix، mix معناها يخلط. شنو الكلمة المناسبة؟ ما بقى لنا غير everything together، mix everything together، خلط كل شيء سوية، نعم هذا أكثر خيار مناسب للفعل. إذن لازم نحفظ الأفعال والعبارات المناسبة لها. بعد ما تأكدت أن أنا حفظت الأفعال والعبارات المناسبة لها، راح نجي ننتقل لكتاب النشاط بتمرين جدا مهم، اللي هو وصل الأفعال بالأدوات المناسبة لها. شون يعني؟ يعني أنا عندي فعل، مثلا الفعل سلايس، يقطع. أنا بيش أقطع الخضروات الفواكه؟ أقطعهن بالملعقة؟ لا أكيد، وإنما أقطعهن بالسكين. إذن الأداة مناسبة للفعل سلايس يقطع الأداة نايف، اللي هي السكين. فهنا راح نختار الأدوات المناسبة لكل فعل. لذلك أنا ذكرت بداية الدرس، أرجع وعيد، أن الأفعال لازم أحفظهن إملاء ومعاني، والأسماء المناسبة لهن كذلك معاني. وهسه راح نجي لازم ناخذ الأدوات المناسبة لهاي الأفعال، هم لازم نحفظهن معاني. هذا التمرين جدا مهم بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري. مثل ما وضحنا أنه هذا الدرس مليء الأمور المهمة، والتمارين كذلك جدا مهمة، كل تمارين مهمة. نمبر 1، أولا you sliced، أنت تقوم بالتقطيع باستخدام شنو؟ with grater، بالمبراشة، غير مناسبة. in the oven، بالفرن، كذلك غير مناسبة. with spoon، بالملعقة، احنا نقوم بالتقطيع بالملعقة، غير مناسبة. with a knife، بالسكين، نعم هذا أكثر خيار مناسب. راح نلاحظ أننا عندنا 2 نايف، من السكينة استخدامين لها. هسه راح نجي نعرف الاستخدام الثاني للسكين. نمبر 2، ثانيا you peel، أنت تقوم بالتقشير باستخدام يا أداة grater، المبراشة، غير مناسبة. in the oven، بالفرن، كذلك غير مناسبة. spoon، ملعقة، كذلك غير مناسبة. with your hands or with a knife، تقوم بالتقشير باستخدام يدك أو بالسكين، هذا أكثر خيار مناسب. بعض الأحيان نحن نقوم بالتقشير مو باستخدام السكين، باستخدام اليد. مثل شنو؟ مثل البرتقال، نقوم بالتقشير باستخدام اليد، أو اللالنجي، أو أي شيء سهل التقشير، أو الماوس إلى آخره. إذن peel، نقشر باستخدام الهانز، اليد، or with a knife، أو بالسكين. نلاحظ إذا خلينا بس knife خطأ، لأن راح يوقعنا بخطأ ثاني، هاي الجملة راح تصير خطأ، والجملة اللي راح أخذ مكانها هم كذلك راح تصير خطأ. فلازم انتبه أن peel يقشر with your hands or with a knife، باستخدام اليد أو السكين. نمبر 3، ثالثا you grate، تقوم بالتقشير، هاي جدا بسيطة، أبسطهن. grate، يبرش، with grater، بالمبراشة، إذن هذا أكثر خيار مناسب، جدا بسيطة، grate و grater. نمبر 4، رابعا you mix، أنت تقوم بالخلط باستخدام شنو؟ بيش نخلط المواد؟ in the oven، بالفرن الكهربائي، غير مناسبة. with spoon، بالملعقة، نعم نقوم بالخلط باستخدام الملعقة. نمبر 5، خامسا you bake، أنت تقوم بالخبز أو بالطبخ باستخدام in the oven، بالفرن الكهربائي، نعم هذا أكثر خيار مناسب، باستخدام الفرن الكهربائي. نمبر 6، سادسا you spread، أنت تقوم بالنشر باستخدام يا أداة، ما عندنا غير بس أداة واحدة بقت، اللي هي النايف، نقوم بنشر مثلا الزبد أو العسل على الخبز باستخدام السكين. هذا ما يخص هذا التمرين، جدا مهم، من الممكن يجينا بالسؤال الثاني فرع بي، وصل الأفعال بالأدوات المناسبة لها. أما تمرين بي، choose the correct verb to complete the sentences، استخدم الفعل المناسب لإكمال الجمل التالية. هذا سؤال مفردات جدا مهم، لازم أختار الفعل المناسب على مود أكمل الجمل. كذلك هذا يعتمد على حفظي للمعاني الخاصة بالطبخ. Number one، أولاً فراغ the tomatoes into circles، فراغ الطماطم لدوائر. شنو الكلمة المناسبة؟ slice، نقطع الطماطم، لو grate، نبرش، لو eat، نأكل. into circles معناها لدوائر، أكيد نقوم بتقطيع الطماطم لدوائر. Number 2، ثانيا فراغ the cake for 45 minutes in the oven، فراغ الكيك لمدة 45 دقيقة في الفرن الكهربائي. شنو الفعل المناسب للجملة؟ mix، نخلط الكيك لمدة 45 دقيقة، لا غير مناسبة. cut، نقطع،
كذلك غير مناسبة بيك نخبز أو نطبخ. نعم هذا أكثر فعل مناسب. بيك ذا كيك، نقوم بطبخ الكيكة أو خبز الكيكة لمدة 45 دقيقة في الفرن الكهربائي. نمبر 3 ثالثا the potatoes and throw away the skins، فراغ البوتيتا ونقوم برمي السكنز. السكن معناها الجلد أو تجنانة معناها قشور. شنو الفعل المناسب للجملة؟ great، نبرش البوتيتا ونرمي القشور مالتها. غير مناسبة peel، نقشر البوتيتا ونرمي القشور مالتها. نعم هذا أكثر خيار مناسب. والثالثة make معناها يصنع، غير مناسبة. نمبر 4 رابعا pour the honey on the bread with the knife، العسل على الخبز بالسكين باستخدام السكين. شنو الكلمة المناسبة؟ نغسل باستخدام السكين، أكيد غير مناسبة. bake نطبخ، كذلك غير مناسبة. spread ننشر، نعم ننشر العسل على الخبز باستخدام السكين. نمبر 5 خامسا pour the cheese before you put on the macaroni، فراغ الجبن قبل أن تضعه على المعكرونية. شنو الفعل المناسب؟ great، نبرش الجبن. نعم هذا أكثر خيار مناسب، نبرش الجبن قبل أن نضعه على المعكرونة. spread ننشر، غير مناسبة. look at ننظر إلى، كذلك غير مناسبة. number 6 سادسا فراغ the onions and the tomatoes together with a spoon، البصل والطماطم سوية بالملعقة. شنو الكلمة المناسبة والفعل المناسب للفراغ؟ slice نقطع الطماطم والبصل سوية، غير مناسبة. mix نخلط، نعم نخلط البصل والطماطم سوية بالملعقة. بعض الطلاب يقول ليش مو slice استاذ؟ لان احنا ما نستخدم spoon الملعقة بالسلايس، نستخدم السبون الملعقة بالmix بالخلط. هذا ما يخص هذا التمرين، تمرين جدا مهم. ممكن يجيني بسؤال المفردات يجيب لي احد هاي الجمل او هذا التمرين كامل، لازم اضع الفعل المناسب للجملة المناسبة. أما تمرين سي صفحة 73 من كتاب النشاط Find the wrong spelling in each sentence، جد الخطأ الإملائي في كل جملة. Underline ضع تحته خط and write it correctly، ثم بعدها اكتبه بشكل صحيح. طبعا كل جملة من ذن الجمل بها خطأ إملائي متعلق بفعل من أفعال الطبخ. ننتبه، متعلق بفعل من أفعال الطبخ، هذا الفعل مبعثرين حروفه بطريقة تخليه كتابة الإملائية خاطئة، لذلك لازم نكتشف الخطأ الإملائي وبعدها نكتب الفعل بشكل صحيح. هذا التمرين يعتبر تمرين إملاء جدا مهم، راح يعطيني الأفعال الطبخ مبعثرة، حروفها مبعثرة، ولازم أكتبها بشكل صحيح مثل ما وضحنا بداية الدرس. نمبر 1 أولا my mother، هاي الكلمة ما عندنا هيك كلمة باللغة الإنجليزية. delicious cakes، إذن هذا الفعل الخاطئ بالجملة. ليش الصحيحة وكيك صحيحة وكل جملة صحيحة ما عدا هذا الفعل. إذن شنو الفعل اللي أقدر أطلعه من ذن الحروف المبعثرة؟ شنو الفعل من أفعال الطبخ اللي نقدر نطلعه من هذه الأحرف المبعثرة؟ فعل bakes. bakes معناها يطبخ أو يخبز. number 2 ثانيا honey and lemon، العسل والليمون، هذه الكلمة ما أخذناها بهذا الدرس. إذن نجر جواها خط into hot tea مع شاي حار is a good for coughs and colds، جيد للسعال والبرد. شنو الفعل الخاص بالطبخ نقدر نطلعه من ذن الحروف المبعثرة؟ أكيد الفعل mix، لكن هنا نضيف لأيدي فيصير mixed. mixed معناها مخلوط، هنا نقول العسل والليمون مخلوط مع الشاي يعطينا دواء جيد للسعال والبرد. number 3 ثالثا first، أولا you should زاد هاي الكلمة، هاي الكلمة ما أخذناها بهذا الدرس. إذا نجر جواها خط the tomatoes and cucumbers، شنو فعل الطبخ اللي نقدر نطلعه من هاي الكلمة من هاي الحروف المبعثرة؟ the tomatoes and cucumbers، الطماطة والخيار. أكيد الفعل المناسب اللي نقدر نطلعه من هذا الحروف المبعثرة هو الفعل slice، عليك أن تقطع الطماطة والخيار. number 4 رابعا before you start cooking، قبل البدء بالطبخ you should، هاي الكلمة ما ماخذيها بهذا الدرس، your hands يديك. إذا نجر جواها خط، شنو فعل الطبخ المناسب اللي نقدر نطلعه من هاي الحروف المبعثرة؟ أكيد الفعل wash، عليك أن تغسل يديك قبل البدء بالطبخ. number 5 خامسا you must، هاي الكلمة ما أخذناها بهذا الدرس. إذا نجر جواها خط an orange before you can eat it، عليك أن البرتقال قبل أن تستطيع أكله. شنو فعل الطبخ اللي نقدر نطلعه من هذه الحروف المبعثرة؟ أكيد الفعل peel، يقشر، عليك أن تقشر البرتقال قبل أن
تأكله. Number six, سادساً، هذه الكلمة ما ماخذيها بهذا الدرس، إذا نجر جواخط. The butter thinly on the bread. الزبد بشكل رقائق رفيعة على الخبز. شنو فعل الطبخ المناسب اللي نقدر نطلع من هذه الحروف المبعثرة؟ أكيد الفعل spread. spread معناها ينشر، ينشر الزبد بشكل رقيق على الخبز. هذا ما يخص تمرين سي، تمرين جدا مهم بالامتحان الشهري كذلك الامتحان الوزاري. من الممكن نجيب لي اياه بهاي الطريقة او اجيب لي اياها بطريقة ثانية اللي هو الاملاء الحروف المبعثرة. مجرد يجيب لي ذن الكلمات اللي جرينا جواها خط ويقول لي اكتب لي الافعال او طلع لي افعال طبخ مناسبة من خلال هذه الحروف المبعثرة. مثل ما كنا ناخذ بالخامس ابتدائي يجيب لي مثلا اسم الدولة حروفها مبعثرة ونقدر نطلع من خلالها اسم الدولة. فكذلك هنا هذا التمرين لازم نحفظ الافعال املاء على مود نقدر نحله اذا جانب سؤال الاملاء. اما تمرين دي read and circle the odd word، هذا التمرين جدا مهم، يعتبر تمرين مفردات جدا مهم. استخرج الغريب، دور او حوط الكلمة الغريبة من كل جملة. مثلا number one، اولا apple تفاحة، orange برتقالة، cherry كرز، potato بتيتا. شنو الغريب بذني؟ نلاحظ ان ذني كلهن الابل والاورنج والشيري ذني كلهن فواكه ما عدا البوتيتا من الخضروات، فنحوط كلمة potato. number two، ثانيا saucepan. saucepan معناها قدر، نايف سكين، فورك شوكة، سبون ملعقة. شنو الكلمة الغريبة من ذني الكلمات؟ نلاحظ ان ذني كل الكلمات ذني نستخدمهن اثناء الاكل، السكين والشوكة والملعقة ما عدا الصوصبان اللي هو القدر، لذلك نخلي دائرة على كلمة صوصبان. نمبر ثري، ثالثا bread. bread معناها خبز، tomato طماطم، cucumber خيار، وonion بصل. شنو الكلمة الغريبة من ذن الكلمات؟ أكيد كلمة bread. bread معناها خبز، لأن نلاحظ أن ذن كل الكلمات البقية تعتبر من الخضروات ما عدا bread ليست من الخضروات. نمبر فور، رابعا face وجه، hair شعر، wash يغسل، وhands يدين. شنو الكلمة الغريبة من ذن الكلمات؟ نلاحظ ان ذن كلهن اجزاء الجسم ما عدا wash فعل معناها يغسل، اذا نستخرج الwash. number five، خامسا great معناها يبرش، cheese معناها جبن، slice معناها يقطع، peel معناها يقشر. شنو الفعل الغريب او الكلمة الغريبة من ذن الكلمات؟ اكيد كلمة cheese جبن، لأن نلاحظ أن ذن كلهن أفعال طبخ مع عدد تشيز هو اسم ليس من أفعال الطبخ. هذا ما يخص تمرين دي، تمرين جدا مهم بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري. من الممكن نجيني كاملا، نلاحظ أن هذا من الممكن نجيني كاملا، إذا أراد يجيب لك هاي نوعية من الأسئلة يجيب لك التمرين كاملا، ما يجيب لك نقطة واحدة داخل السؤال، لذلك هذا التمرين جدا مهم. أما تمرين إي لكات اكتيفيتي دي، انظر إلى التمرين دي، write the odd word next to the sentences below. اكتب الكلمة التي استخرجتها غريبة في الجمل المناسبة. من هنا نعطيك توضيح ليش احنا طلعنا هذه وليش طلعنا هذه، ليش ظلنا طلعنا هذه الكلمات. مثلا نعطيك number one، اولا it is odd because it isn't fruit. هذه الكلمة طلعناها غريبة، كلمة potato، ليش؟ لانها ما تعتبر من الفروت من الفواكه، لذلك طلعناها كتبنا كلمة potato. كذلك مع البقية نسويها. number two، ثانيا it is odd، هذه الكلمة غريبة، ليش؟ because you can't eat food with this، لأن أنت ما تقدر تأكل الطعام باستخدام الصوصبان اللي هو القدر، لذلك طلعناه غريب. ثالثا it is the odd word، إنها كلمة غريبة، because it isn't a vegetable، لأن هي هذه ما تعتبر من vegetable اللي هي الخضروات. شنو هي؟ كلمة bread، البقية كلهن vegetables اللي هي خضروات. أما رابعا it is the odd word because it isn't part of the body، هذه الكلمة استخرجناها غريبة اللي هي wash، ليش؟ لأنها ما تعتبر من أجزاء الجسم، الفيس والهير والهانز كلها من أجزاء الجسم، لذلك استخرجنا كلمة wash اللي هي مو من أجزاء الجسم. كذلك النقطة الخامسة والأخيرة it is odd word، إنها كلمة غريبة because it isn't cooking verb، لأنه مو من أفعال الطبخ. نلاحظ أن ذن كلهن أفعال طبخ ما عدا cheese اللي معناها جبن، مو من أفعال الطبخ. هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم، درس جدا مهم، أعيد وأكرر، درس جدا مهم باليونت السادس كاملا، من أهم الدروس، تمارين كلهم مهمات. لازم أحفظ الأفعال إملاء ومعاني، لازم أحفظ الأسماء المناسبة لهذه الأفعال كمعاني، ولازم أحفظ الأدوات اللي استخدموا إياها هذه الأفعال كذلك كمعاني. كذلك لازم نحفظ التمارين المتعلقة بهذا الدرس، كلش مهمات. قبل ما أنهي الدرس، بعد ما فهمت الدرس وحفظت الإملاء
والمعاني مع الكلمات وحفظ التمارين، تقدر تختبر الاختبار الإلكتروني المتعلق بالدرس عبر الرابط اللي تم شرحه بداية الدرس. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حساباتي الموجودة أمامكم على الشاشة.